القصه عندنا مروان اللي من خلالك برضه يا كابتن، وانا انا متاكد 100% ان انت وسام هتوافقيني الراي دوت، ان بيتعرض برضه لحمله طبعًا شرسه جدا طبعا، حمله غير اخلاقيه وملهاش دعوه بكره القدم اصلا. بالضبط بالضبط، انا يعني انا ما بتكلمش خالص على حته الفنيه، انا بتكلم على انسانيا. صحيح، مش عاوزين نوصله لحاجه احنا نرجع بعد كده نندم عليها. ده راجل عنده اسره، راجل عنده بيت، راجل عنده اب وام بيشوفوا كل الحاجات ديت، بيشوفوا ابنهم مضغوط ازاي رغم كل دوت، اللي هو بيستحمل الضغوط ديت وبيلعب. فانا المفروض احنا كنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، صحيح، لا احنا لازم نقف جنبه، احنا لازم ندعمه، لان مروان حضرتك طبعا دربته وحضرتك عارف امكانياته طبعا اكيد اكيد، لاعب مميز، لاعب لعب على كل المستويات، لاعب محلي ولاعب دولي ولاعب كاس عالم واحترف في اوروبا، عنده قدرات كويسه. ممكن يكون في اوقات كتيره ما عندوش، عنده سوء حظ شويه، لكن دي بتحصل يا كابتن لكل فراوده العالم. وحتى على مستوى النقد يا كابتن سامي، على مستوى النقد لازم يكون نقد، مش هقول بقى نقد البناء، لكن نقد على المستوى الاخلاقي، الخروج عن النص وخروج على تقييمك، ده ملوش دعوه بالكوره يعني. انت يا كابتن مش مروان بس، انا ما بتكلمش على مروان بس، انا بتكلم على اي لعيب، اي لعيب مظبوط. ممكن احنا مش عاوزين ندخل الموضوع يبقى في جو تاني على المنافسه. احنا الحمد لله حاسس دلوقتي ان الوسط الحمد لله الدنيا بقت اهدى شويه، فاحنا مش عاوزين نرجع للامور دي تاني، ونرجع للتنمر ده تاني، ونرجع للحاجات اللي تاثر على نفسيه الانسان. احنا انت بتلعب في الاول والاخر رياضه، مظبوط، مش عاوزين يبقى في تجاوز، مش عاوزين يبقى ممكن تقول نقد، ما احنا بنتعرض لنقد، نفس القصه كده تجهيز، اي انسان في اي مجال بيتعرض للنقد، لكن نقد في حدود المتاح اللي انت تقدر تستحمله، وصورتك تستحمله، وبيتك يستحمله. فطبعا من خلالك طبعا يعني، وانا عارف ان حضرتك طبعا انا اول واحد سبورت طبعا طبعا وليكم متابعين كبار ما شاء الله، فمهم جدا، ده حقه علينا وحقه اللي احنا ندافع عنه ونقف جنبه، لانه هو انسان كويس قبل ما يكون لعيب كويس. ده حقيقي، واعتقد ان جمهور النادي الاهلي واعي كده، وواعي ان الحاجات ديت وراها ناس عاوزه تاثر على استقرار النادي وعلى استقرار الفرقه. ويمكن قبل كده برضو يا كابتن ولو حضرتك تفتكر ان نفس القصه، الامور دي تعرض لها ايمن قبل كده، ايمن اشرف تعرض لها قبل كده، والحمد لله النهارده من اميز اللعيبه. محمد هاني نفس القصه والضغوط اللي كانت، محمد من قريب قوي يا كابتن، ده محمد من قريب قوي. بالظبط، والحمد لله برضه نفس القصه اثبت كده، لعيبه كتيره جدا تعرضت للمواقف ديت، لكن الحمد لله كانوا شخصيتهم قويه، وجمهور النادي الاهلي وقف قصادهم ورجعهم. دلوقتي النهارده ما شاء الله ايمن وهاني من الناس اللي يعني مميزين جدا في النادي، وجمهور النادي الاهلي بيحبهم اكتر، فهو ده اللي احنا محتاجين، الاهلي محتاج دايما حد يبقى معاه. نعم انا عارف ان طموح النادي الاهلي كبير وجمهوره طموحه كبير جدا، لكن لازم نساعد لاعبتنا، لان هم دول الادوات اللي احنا بنشتغل بيهم يعني.